مساء النور حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديد، نتمنى يا ربي يعجبكم. انا عندي واحد المجيد اللي هو ساهل وبسيط، وفي يمكن اي وحده تقدر تعدلو الدار ديالها، علاش لا؟ بما ان عندنا هاد المضيجه اللي هي بسيطه، غادي نعدلو مجيدل عاوتاني اللي كيجي شبابي ومزيون خفيف ما فيهش العقيق، وانما يكون فيه غير المجدول، غير هاد المضيجه وهاد الطريبشات، وفي الاطراف ديالو غنعملو هاد الحجيرات هادو. اذا نبداو على بركه الله، كنشبرو الكابل متوسط، يعني كنعملو العبار اللي خصنا على العنق ديالنا. بغيتو يبقى لكم طويل من هنا ملي كتربطوه، يبقى لكم طويل، يبقى طويل. بغيتو يبقى غير قصير باين، المهم كتعملو العبار اللي بغيتو. نبداو على بركه الله، كنجيو كنقطعو كنحرقو له الريوس ديالو من هنايا باش ما كيتسنسرش. ندخلو في هاد المضيجه هادي، اذا حرقت له الراس ديالو ما بقاش كيدخل. نحاول معاه، كاينه الكابل اللي غليظ على هذا وكاينه هذا، هذا هو اللي في متناول نقدروا نخدموا به. اذا غادي نعملو وغنقدو في الوسط بحال هكدا، نقدو هاد الخويطات هادو، ساهل وبسيط وكيجي مزيون. اذا حنا عملناه في الوسط هنايا، شنو غنعملو دابا؟ عندنا هاد الطريبشات هادو، بما ان هاد الخيط الكابل الغليط وما نقدروش ندخلو فيه العقيق، غنعملو له هاد الطريبشات. هاد الطريبشات كيتفتحو هكدا، نقدرو نفتحوهم هكدا وندخلوهم هنا، وندخلو الكابل ونزيرو عليهم، يعني كيعطيونا واحد شويج ديال المنظر هنايا مزيون. هكدا من جوج جوايع هكدا، كنتأكدو بلي دخل الكابل من تما، ومن بعد كنزيرو. هذا زيرته بزاف هكذا بهذا الشكل هذا. هكذا غنجيو للاطراف ديال هذا الكابل باش نعملو هاد الجويرات هادو، هاد العقيقات هادو. شوفوا شحال مزيونين، الخضر ديالو ملكي مزيون. شنو غنعملو؟ نحتاجو، انا ما قلتلكمش المكونات اللي غنحتاجو، غنحتاجو هاد القيطان، المهم ان اللي عندي واجد في الدار غنعدل به. هاد القيطان وهاد الكابل هذا المتوسط، عندكم التراسن عملوا التراسن، القيطان عملوا قيطان. غنحتاجوها جوج مسمرات هما، وهاد الطريبشات اربعه ديال الطريبشات، هاد الحجيرات جوج، وغنحتاجو هاد اللصاق والمقاس طبعا، ماشي شي حاجه صعيبه. اذا شنو غنعملو هنايا؟ غنجيو ندخلو هاد العقيقه هنا، وغنجيو هنا ونحاولو ندخلو هاد المسمار هنايا غير بشويه، هيدا. المهم انا غادي نحاول معاه باش ندخلو هيدا، خصكم غير تحاولو معاه بشويه بشويه حتى كيدخل هنا. اذا انا دخلت هاد المسمار هنايا، كنحاولو معاه غير بشويه باش كيدخل. شنو كنعملو؟ كنجيو كنتنيوه هنا، انا تنيت بزاف، كنتنيوه هنا وكنزيرو هكدا، كنجيبو هاد الطريبش كنفتحوه هكدا بهاد الطريقة، وكندخلو هنا هكدا، كنتأكدو بلي هاد الراس دخل هكدا مزيان. من بعد كنزيروه وكنهبطو شوية هكدا، وكنزيدو نزيرو صافي بهاد الطريقة. ها هو ولا عندنا الأطراف مزيونين. هاد الشنيت فات هادو
ملي كنحسو بهذا الشنتف كنجبرو يبريكي وكنحرقو هاد الشنتفات باش ما يبقاوش. اذا انت الجهة الثانية نفس الشكل، فهي هيدا نفس الشكل الثاني، ندخلو عاوتاني هنايا. انا يدي كيعرقوا لي على داكشي، كيبقى يزلق لي هذا المسمار غير هيدا، كنبقاو نحاولو معاه غير هيدا. كندخل انا يدي كيزلق، مرة كيعرق لي يدي. غير هادو كنحرقوهم مزيان باش ما كيتفتحولناش في وسط العقيقة ملي كنشدوهم، يعني واخا نجبدوهم ولا هادي ما يتفتحوش ما يتسنسروش. صافي نفس الطريقة غنمشي بيها، غنتني عاوتاني هاد السليك هيدا، غنزيرو هيدا بهاد الطريقة ونفس الشكل عاوتاني. عاوتاني نجيب هادي نفتحها هيدا، نفتحها بالمقص بنفس الطريقة. هادو باش ما يبيضوناش، اولا باش هما ما كيكحلوش، وانما كيزول منهم، كتزول منهم هاد الصفورية، يعني كيبهاتو شويش. حنا غنجيبو فيرني وغنصبغوهم فيرني، فيرني ديال الضفرين، وغنعملو لهم فيرني، ومن بعد ما يبقاو شي. صافي هادو هما الاطراف، شوفوا شحال جاهم زوينين. اذا عملنا هنايا هاد المضيجه ومع هاد الطربشات، وعملنا في الاطراف هاد العقيقات. شنو كيبقى لنا دابا؟ دابا مجدل هذا بسيط وسهل وفي متناول اي وحده تقدر تعمله. هنا بقاو لنا كيفاش غنشدوه من هنايا. اذا شنو غنعملو؟ نجيبو هاد الاطراف عاوتاني نقدوهم، ضروري خصهم يكونوا مقادين، وغنجيو من هنا الوسط صافينا. غنوريكم واحد العقيده هي سامبل وسهله. انا نجيبو هاد الخويط هيدا، ما عربطو ما والو هيدا. صافي غنجيبو هذا ندخلوه من تحت ونخرجوه هنا، وعاوتاني نجيبو هذا ندخلوه من هنا. نتمنى تكون واضحة. عاوتاني نجيبو هذا الخيط هذا وندخلوه من هنا ونخرجوه هنا هيدا، وغادي نزيرو شوية هيدا، وهذا عاوتاني ندخلوه من تحت عاود نخرجوه من هنا هيدا هيدا بهاد الطريقة. صافي واحد جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ديال العقدات. صافي بارك علينا. نشبرو هادو صافي بهاد الطريقة، أربعة ديال الخويطة تبارك. هنا شنو غنعملو؟ غادي نهز ندو قلبو هيدا وعربطو واحد الربيطة هيدا، ومن بعد غادي نقطعو، يا إما غنعملو لصاق هنا باش ما تفسخ الناشي، أولا كنحرقوها ولصقوها هنايا. انا في نظري نعملو لها شويه ديال، نحرقو لها هاد الراس خصوش يبقى كحال هيدا. ونعملو اللصق هنا ونلصقوه هيدا. اذا نعدل هذا اخر ارجع لكم
بعد ملي بس نقطع له هاد الراس هذا الكحل باش ما يبقاش يبان. فاش كنقطعوه كنقطعوا ديك الريوس كنلصقوهم مزيان باللصق وكنخليهم يبسو هكذا، وغادي نخليهم يبسو ومن بعد نرجع لكم. اذا حبيباتي هذا هو المجيد ديالنا اللي هو بسيط وسهل وانيق في نفس الوقت. شوفوا هادي ملي كتيبس يعني يمكن هنايا غادي نزيدو وعرفوا ونزيرو كما بغينا، العبر اللي بغينا غنعملوه بهاد العقيده هادي. غير هنا كنخليوها تيبس مزيان صافي، وكنبقاو يعني هذا اي واحد المجدول اللي هو بسيط يعني غير ابتكار ديالي انا، ماشي مجادل اللي كيتباعو طبعا. وان شاء الله دابا معكم مجدلات اللي كيتباعو ان شاء الله يا ربي الحبيب. ونتمنى يعجبكم الفيديو وخليو لي لايك، اعملوا لي لايك باش يطلع الفيديو، وخليو لي ديك التعاليق ديالكم. وشكرا بزاف 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 الناس اللي كتخلي لي كلمه طيبه واللي كتدعي معايا واللي كتخلي لي الرحمه للوالدين، وكنقول لكم شكرا من القلب. ونتمنى يا ربي يعجبكم وعملوا لي لايك باش يطلع الفيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله. اذا مع السلامه حبيباتي، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. موعدنا فيديو القادم ان شاء الله يا رب. مع السلامه.